أثار خبر على مواقع التواصل الاجتماعي حماسة شديدة لمحبي خليل وسيلة. خليل إبراهيم جيهان وسيلة ترك أوغلو سيشاركان في مسلسل الذي يتضمن سيناريو جديد ومختلف تماما، على الرغم من عدم الإعلان عن اسم الإنتاج الذي سيتم تصويره في الوقت الحالي، إلا أنه يقال إن الأسماء التي تم أخذها في الاعتبار في الأدوار الرئيسية للمسلسل هو خليل إبراهيم جيهان وسيلة ترك أوغلو. ومع ذلك في الوقت الحالي يظهر كل من خليل إبراهيم جيهان وسيلة ترك أوغلو في مسلسلات تلفزيونية مختلفة. إذا متى ستصنع هذه السلسلة؟ المسلسل الذي سيتولى فيه خليل وسيلة الأدوار القيادية من المتوقع أن يذاع ابتداء من عام 2025. ما هو الموضوع الرئيسي في هذه السلسلة التي سيأخذ فيها الممثلون المشهورون الأدوار القيادية؟ أنا على يقين من أن عشاق خليل وسيلة سيكونون متحمسين لهذا الخبر بمجرد أن أشرح لكم موضوع المسلسل. من المتوقع أن يجتمع الممثلين المشهورين مرة أخرى في دراما والذي سيحكي عن قصة العثمانيين. من المتوقع أن يصور خليل إبراهيم جيهان سلطان عثماني. خليل إبراهيم جيهان الذي يعرف كيف يركب الخيول ويستخدم السهام جيدا كان يحلم سابقا بأن يكون في دراما تاريخية. في الوقت نفسه تريد سيلة ترك أوغلو أيضا المشاركة في مسلسل لفترة، وأيضا سيلة ترك أوغلو تعرف كيف تركب الخيول تماما مثل خليل إبراهيم جيهان. هذه المهارة لكلا الممثلين ستساعدهم بشكل كبير أثناء تصوير المسلسل. حسنا، هل تعتقدون أن خليل إبراهيم جيهان وسيلة ترك أوغلو سيتمكنان من التغلب على أدوارهما في السلسلة لفترة؟ يمكنكم كتابة أفكاركم معي في قسم التعليقات بالفيديو.